ومن بلدة بيت لحم ينضم إلينا رائد الشريف مراسل الغد. رائد، أتصور أنك تقف الآن عند مدخل البلدة، ما الذي يجري؟ ما هي آخر التفاصيل بشأن التعزيزات الإسرائيلية داخل البلدة؟ نعم، نقف عند مستوطنة أفرات وكذلك القريبة من مجدال عوز، هذه المنطقة التي قتل فيها الجندي الإسرائيلي حسب زعم المخابرات الإسرائيلية الشباك جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عثر على جثة جندي مقتول في تمام الساعة 3:13. وقيل بأن أصدقائه قد أبلغوا جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه فقد بعد الساعة 11 مساء من مساء يوم أمس، وجرت عمليات بحث عن الجندي إلى أن وجد مقتولا. بعض المعلومات تشير إلى أن سيارة فلسطينية حاولت خطف الجندي ومن ثم قاوم فقتلوه ورمي على قارعة الطريق ووجدت عليه أثار طعن. هكذا يتحدث طيب رائد في هذه التفصيلة، لكن حتى هذه اللحظة المعلومات في هذه التفصيلة بأي شكل وجد الجندي؟ يعني هل كان يرتدي الزي الرسمي أم كان يرتدي ملابس طبيعية؟ يعني هنا تفصيلة مهمة أتصور. نعم، الجندي هذه معلومات مهمة جدا. الجندي هو يدرس في مدرسة دينية وهو من مستوطنة عفرة قرب مدينة رام الله، أي وسط الضفة الغربية، وهناك مسافة عندما يعني يصل هذا الجندي من مستوطنة عفرة إلى مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، حيث أنه يدرس في مدرسة دينية كما ذكرت، وكان ينوي الالتحاق ب يعني طبعا أحد ألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن التفاصيل إن كان يرتدي زيا عسكريا أم كان يعني بلباس المستوطنين المتطرفين حتى هذه اللحظة الأمور غير واضحة، خاصة وأنه وجد مع ساعات الفجر، وبعد ذلك فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا على المكان ومنع الصحفيين من الوصول إلى المنطقة. الحديث هنا عن عمليات طبعا بحث والتمشيط وتفتيش، لكن هذه معلومات هامة كذلك. جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى بلدة بيت فجار في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وبدأ بالبحث عن أجهزة التسجيل، الكاميرات DVR، وذلك لكي يصل إلى الخلية التي نفذت العملية ولكي طبعا يصل إلى السيارة التي نفذت طبعا عملية القتل حسب إدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي. هل البلدة مغلقة الآن رائد؟ كل التقديرات الأولية يعني هذه معلومات مهمة. تفضل. كل التقديرات الأولية تشير إلى أن المنفذين سلكوا هذا الطريق وبعد ذلك توجهوا مباشرة إلى بلدة بيت فجار التي جرى فيها عمليات تفتيش وبحث منذ ساعة الصباح، وبعد ذلك تحركت السيارة باتجاه الخليل، أي جنوب الضفة الغربية، ونحن نتحدث هنا عن الشمال، لكن هذه يعني هي معلومات أولية وتقديرات يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هل سيتم طبعا اقتحام قرى وبلدات الخليل، خاصة وأن معلومات وصلت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توجه إلى بلدة سعير في الشمال الشرقي من الخليل وذلك للبحث أيضا عن أجهزة التسجيل. أذكرك بحادثة مهمة جدا وقعت عام 2014 في مجمع مستوطنات غوش عتصيون، فلسطينيون خطفوا 3 جنود وبعد ذلك توجهت هذه السيارة من هذا المكان إلى الخليل مباشرة. بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبحث عن الجنود 3 وبعد 18 يوما وجدهم في الخليل، وبعد ثلاثة أشهر وصل إلى المنفذين. ربما تكون هذه عملية طويلة، ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى منفذي العملية، خاصة وأننا نتحدث عن عملية طعن. لم يستخدم السلاح، وأقصد هنا إطلاق النار في هذه العملية، وربما هذا يسهل على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المنفذين لم يكن معهم سلاح ناري ليطلقوا النار على المستوطن أو حتى على الجندي الذي قتل مع ساعات فجر هذا اليوم ووجد صباحا على مقربة من هذا المكان. إذن ستتسع ربما إجراءات التفتيش لبلدات الخليل كما فهمت منك رائد، سنعود إليك طبعا مع كل جديد. أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات لحد الآن، مراسلنا رائد الشريف من بيت لحم.